المسألة الفقهاء قالوا يعني الأصل فيها الحرمة، وقالوا إن مثلوا بنا مثلنا بهم، خاصة إذا كان ذلك يوقع رعبا فيهم، إذا كان ذلك يوقع رعبا فيهم، يعني يحدث فيهم خوفا ويحدث فيهم فزعا، يكفي المسلمين شدة قتالهم. قال بعض الفقهاء أيضا إذا كان ذلك لمصلحة الراجحة، مزقة الرأس، أن يوقع رعبا، أن يوقع رعبا. طبعا في حرب تحت الإسلام وتحت رأي الفقه الشرعي رهيب، نعم نعم،